سعد بن علي كان سكن سليم وستاذ نقعجوج. كنا والدراري في البلاي، كنا خارجين تعرض لينا واحد الدري، تعرض لينا بموس، تعرض لينا صافي، تعرض لينا الدراري قعدوا. انا داك الدري كنعرفو وقف عليا، من وقف عليا قال لي جبد لي عندك، قال لي جبد لي عندك. قلت له راه ما عندي والو، عندي 60 ريال، عندي 60 ريال الدارية الدارية سابقة. تقلب فيا ضربني بنص، كان يدبحني، كان يدوز عليا يدبحني صافي. بقيت نتعنت معاه هو يضربني لهنايا، من ضربني لهنا صافي من وانا ندفعو وقعدت. بقيت شاد في الضربة وقدام كيسيل، وشتي تريكو حيتو نلوي عليها. ديك الساعة كانت الشتا والبرد، ما لا كنعرفو ولكن ما بيني بيني والو، ما عمري دويت معاه ولا شي حاجه، لا عمرو طلع اول مره ما درت له والو بيناتنا والو. انا وياه مع ديك تسعود ونص يلاك طالع لدارنا في البلاي، ما تسحبش غيضربني حيت انا عارفه، كنت سحب ليا كون قعدت بحال صحابي. هو الا ما عرفنيش كون عرفني قال ما يضربني، دخيطوا ليا وبا من شاف الضربه راه غيب وجدوك مولوفة، عطاوني شهادة طبية فيها شهر، ما تكفيني ما والو، فيها شهر ما ادي لي والو. جاو عندي العائلة ديالو وقالوا لي بالله نعطيك واحد شوية الفلوس وسامح له بالله. راه قلت لهم بالله، قلت لهم راه وجهي مراي، قلت لي راه وجهي ضيعوا لي انايا، حياتي ضاعت، ما يمكنش نسامح له، خصو يضرب عقوبته. تيقلبوا عليه هو دابا هربان، هربان دابا هو. السلام عليكم، الاسم ديالي العائلي فنان حمادي، ساكن في سيدي موسى بسلا. انا الوليد عندي ضربوا ليا بالليل وانا ناعس ما بخباريش، مع 10 د الليل تعيطوا ليا قالوا لي راه واحد الدري ديالك ضربوا واحد السيد هو ولد بنتي حفيدي. مشيت انا هوت، لقيت رجال الامن قاموا بالواجب، جابوا لابيلونس، صيبتوا الدري، دوني معاهم انا، مشيت معاهم، دخلت شفت الدري في هذيك الحاله، تفاجات وطحت حيت عندي شويه السكر، مريض بالسكر، طحت ضربوا لي واحد ليبره، عالجوني وبقاو معايا تما مسكنت حتى الليل، وجابوني وجابوا الوليد خيطوا ليه ودوني للكوميساريه ودرنا الاجراءات، قيدوا شي اجراءات وعاود جابوني للدار. انا ما كنتش عارف الوليد كيفاش تضربوا ولا كيفاش تسقط لي الخبر. تنطلب من الطبيب التازي يعاونني وصايب لي وجهي، راه حاله ضعيفه وما وجهي ضيعوا لي وما عندي ما ندير. السيد اللي ضربني بغيتو يضرب العقوبه ديالو، العقوبه خصو يضربها.